يا رب على يعني خير. حرام علينا والله العظيم ما عادت تتحكم في المهرام عليه بعد التعب ده كله والضغط العصبي يعني على الاهالي وعلى الطلبه، يقول لهم ما حدش هيجيب 80% حتى. يعني الكلمه نفسها انا شايفه ان هي يعني مخيفه قوي. كلمه تقيله ومخيفه يعني طمنهم. اه طبعا يعني طمنهم. انت تعتبر اب ليهم فطمنهم. احنا في البيت بنتي لما بتخرج من الامتحان يعني متضايقه يوم العرب وقالت الامتحان وحش، يوم الجغرافيا كان وحش جدا برضه، قلت لها حبيبتي مش مشكله ما ضغطش عليها ما ضغطش عليها، وقلت لها يا حبيبتي مش عليكي بس ما كل الطلبه كده عشان ما تغلطش، انا كده مضغوطه اصلا يعني جامد. ربنا يطمنكم عليهم يا رب يا رب يا رب يجمع لهم النجاح يا رب يجعل الفرحه. تقولوا لنا يا جماعه شايفاكم منتظرين يعني ما حسوش بالعيد ما حسوش بحاجه، الخوف قاعدين بس مهمومين خايفين هم بكره هيجي عليهم يعملوا ايه، خايفين من اللجنه خايفين من المراقبين، حتى المراقبين مش حنينين عليهم صدقيني. الادب صعب الادب صعب اللي يقول لك الادب سهل لا الادب صعب جدا يعني، هو عامل لهم كمان العيد كمان يعدي العيد اللي الناس المفروض تبقى مرتاحه فيه يعني وتبقى جايه تعيد كمان يعني، يعمل لهم كمان الدروس كل يوم كل يوم في يوم ايام العيد عندهم دروس، هم عندهم عقل التاريخ جدا لانهم عارفين هو اصلا يعتبر التاريخ زي الفيزياء كده بالنسبه للعلم يعني هو نفس الرعب يعني بيحطوا كفه واحده. ايوه الامتحان كمان بنتي قالت لي يا ماما ده انا هخلص امتحان وهستلم بقى قلق وتوتر انتظار النتيجه وتوتر التنسيق، حاجه يا ماما مجهوله احنا دلوقتي داخلين على مجهوله. اه يعني انتوا ممكن تكونوا بتطالبوا بان النتيجه تظهر بسرعه عشان تخلصوا من القلق اللي احنا قاعدين الوقت خايفين بعد الامتحان خايفين من النتيجه، بنقول الوقت واحنا قاعدين يا ترى هيحصل ايه؟ يا رب يكون مخبينا الخير يا رب يا رب كلنا يا رب واحنا بنضم صوتنا لصوتكم يا رب يكتب لهم الخير دايما، هو اللي عمل صبركم خير السنه دي ان شاء الله. اللي عمله بجد غلط ربنا يجعل اللي جاي احسن باذن الله يعني العيال ويفرحهم يعني ربنا يكرمنا يا رب يكرمنا يا رب. مثلا كده ومحدش هيقفل والكلام ده ومحدش هيقفل ماده يعني كمان يقول لهم محدش هيقفل ماده، طب انت عايزهم يدخلوا يمتحنوا يعملوا ايه يكتبوا ايه؟ خلاص ما دام محدش هيقفل يبقى محدش هيدخل يكتب حاجه في الامتحان ما دام انت بتقول لهم كده يعني تعبهم سنه بحالها يعني انت بتضيع تعبهم والله سنه والله سنه دروسهم زي ما سنه انا اول مره اشوف ثانويه عامه سنه المشكله انهم بيطلعوا مش فاكرين الاسئله ولا الاجابه مش فاكرين حاجه. ربنا ان شاء الله واحنا بنضم صوتنا لصوتكم، احنا موقع فيتو وبنضم صوتنا لصوتكم وربنا يطمنكم عليهم وتعديها سنه على خير باذن الله كلنا بس يضم هو بس ان شاء الله يعني صوتكم يوصل. احنا على فيتو لايف دلوقتي يعني احنا على فيتو لايف بس يسمع انا هو بيسمع فعلا الاهالي كل يوم يعني المهازل اللي بتحصل دي هل هو بيسمع بقى يعني هو بيسمعنا وبيجيب الامتحانات صعبه برضه يعني بيسمع وبيجيب الامتحانات صعبه من اي طبعا احنا زي ما بنقول ممكن يكون ربنا كاتب الخير ليهم في النهايه يعني وربنا ييسر لهم الحال. احنا سايبين بيوتنا وحاجتنا على فكره اللي احنا منظره اوعياء واحنا قاعدين في الشارع فاضيين احنا قاعدين مرعوبين وخايفين عليهم كان باين على وشوفه انا بعيد عنكم فشايفاكم النهارده بالذات قاعدين قلق مسيطر بنجيب ولادنا من كده بنوديهم من لحظه اللي هي الخروج يعني هنبص نقول لهم ايه يقولوا صعب يا رب يطمن قلوبهم يا رب يطمن قلبنا يا حبيبتي اعصابك يعني اهدي اهدي انا عايزاكي تطلعي رجليك والله عملوا اللي عليهم والباقي على ربنا. يعني العيال جاهدت بصراحه العيال جاهدت يعني والمدرسه دي مصعبه عليهم قوي بصراحه العيال جاهدوا بجد بتشوفهم خارجين يعني كانهم رايحين بيموتوا ايوه وهم داخلين جوه خايفين رجلي بتخش المدرسه وبتطلع من اللي بره دي بقى ايه حرام يطمن بقى قلبنا بقى بالنجاح يا رب ان شاء الله.